يا نهار اسود السلام عليكم. وعليكم. نعم. النبي يا حاج مفيش ميكانيكي قريب من هنا احسن عربيه عطلت. روح وهيجي الصبح. سلام وقول من رب رحيم. طب ما نلاقيش عندك مكان نبات فيه لحد الصبح لحسن الوقت تعبان قوي مش عارف اروح فين. هتدفع كام؟ هدفع كام؟ هدفع اللي انت عايزه يا عم. نهار اسود. تعال. يلا حسن اطلع. تعال حسن. ايوه يا صلاح. الله يحرقك مديني عربيه من ايام الفراعنه. عربيه والعبانه والواد على الطريق. وقعدت تقول لي ده انت اللي يمشي وراك يا اخي. ما صدقت لقيت كافيتيريا بايت فيها للصبح انا والواد. تعالى يا حسن. هو ده اللي همك يا اخويا؟ الصبح ابعت اجيب ميكانيكي يصلحها. يا صلاح اقفل لما اشوف المتحف اللي انا داخل عليه ده. مع السلامه. يا عم الحاج. دي قطة المساعد بتاعي الله يرحمه. حبته فيها للصبح. كان لازم يموت. اتفضل يا ابني. خش يا حسن. عارف حسن؟ أول ما نرجع من السفر عايز أجيب بيت جديد نعيش فيه سوا. بيت جديد؟ كبير قوي. في حمام وفي مية ساقعة وسخنة؟ وفي حمام وفي مية ساقعة وسخنة، وبانيو كمان يا عم عشان تبلبط فيه براحتك للصبح. إيه رأيك؟ Mm-hmm.
حسن. حسن. الحمد لله على السلامة يا عربي. أنت مين؟ دكتور ماجد المسؤول عن علاجك. دكتور ماجد؟ إزاي مكتوب على صدرك رضا؟ البلطة بتاعي ضايع فأخدت بتاع دكتور رضا زميلي. ابني فين؟ أنت عارف أنت لو ما كتبتليش على خروج أنا هقلب الدنيا فوق دماغ. اهدى يا عربي، العصبية مش كويسة علشانك دلوقتي. أنا هدي لك حقنة تهديك، أنت حالتك مستقرة، بس لو ما بطلتش عصبية مش هتخرج من هنا. أنت مين؟ يا ابني ما أنا قلت لك دكتور ماجد المسؤول عن علاجك. يا عم قلت لي أنا أول مرة أشوفك دلوقتي. أول مرة تشوفني؟ يعني أنا ما قلتلكش إن أنا دكتور ماجد المسؤول عن علاجك؟ ولا عمري شفتك ولا عمرك قلت لي حاجة. وبعدين ماجد إزاي؟ ما أنت مكتوب على صدرك رضا أهو. في إيه يا إخوانا؟ ثواني. وفي إزيك يا أبو الأعراب؟ يا عم خضتني. إيه يا أبو الأعراب دي وإحنا متربيين سوا؟ أنت مين أصلاً؟ يا نهار أزرق. بص يا عربي، المرض اللي عندك ده مرض اسمه الاضطراب الانشقاقي. وده بيجي نتيجة لعاملين، عامل نفسي وعامل عضوي. العامل النفسي نتج عن صدمة فقدانك لابنك، والعامل العضوي نتج عن إصابة قوية جدا في دماغك، بالتحديد في الفص الأيمن اللي احنا بنسميه التيمبر لوب. الصلاة على النبي، برنسيسة بتعالجك يا معلم. يا عم اخرس. بص يا دكتورة، أنا مش فاهم أي حاجة من اللي انت قلتيه ده. أنا بس عايز أعرف حاجة واحدة، الانزلاق اللي جالي ده الاضطراب الانشقاقي. أيوة، الانشقاقي ده ليه علاج ولا هموت بيه زي الإيدز؟ طبعا يا عربي له علاج، بس هنمشي على علاج طويل المدى وهنحدد جلسات لحد لما. لا لحد ايه؟ دي جايه على بيات. ده انا لحد ما افتكر يكون ابن الدبح. بس بس بس، في ايه يا عم عربي؟ انت بتشتغلنا ولا ايه؟ انا صلاح. ما انت فاكر ان ابنك اتخطف اهو. لانه فاكر كل اللي حصل قبل الحادثه، لكن اللي حصل بعد الحادثه هو نسيه. ممكن تسكت بقى؟ يعني انا فقدت الذاكره؟ مش فقدان ذاكره، ببساطة كده يا عربي، انت ذاكرتك بقت عاملة زي ذاكرة السمك. زي ذاكرة السمك ازاي يعني؟ يعني انا بقيت بلطي؟ من صفات السمك ان ذاكرته مدتها 5 ثواني وبس، يعني 5 ثواني وينسى كل اللي حصل ويبدأ ذاكرة جديدة. يعني انا بنسى كل 5 ثواني؟ انت حالتك مختلفة شوية، يعني طول ما الحاجة قدام عينيك انت فاكرها، لو راحت ورجعت بتنساها، يعني بتنسى مع كل فاصل يا عربي. بتنسى مع كل فاصل يا عربي، الكلام واضح. يا لهوي اسود على اللي جرالي، انا بقيت مسخة صلاح. انا مهلك خالص. ارتعت يا عربي؟ خدت الواد وضيعته؟ وديني بقى هسيبك. المحكمه اللي حكمت لك بالواد هي اللي هتحبسك. صلى على النبي يا حاج، صلى على النبي، الراجل خارج من حادثه، انا مش وقت الكلام ده. ما بقاش خيري منصور، ان شفت يوم عيد في حياتك بعد كده يا عربي الكلب. اوعى. معلش، اهدى يا عربي وهدي نفسك، ابنك هيرجع لك بالسلامة إن شاء الله. ضيعت ابني يا صلاح، ضيعت ابني. يا ريتني سبته يا أخي يروح لجده، يا ريتني سبته. طيب يا عربي يا أخويا، ما ينفعش تعمل في نفسك كده. أقول لجده إيه لما يشوفني؟ أقول لجده إيه بس؟ نعم؟ أكيد هيشمت فيا ويقعد يعايرني إني معرفتش أحافظ على الواد بعد ما المحكمة حكمت لي. طبعًا. عربي يا عربي، جد الواد جه وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه يا عم عربي. نعم يا ابني، لسه جد الواد هنا كان معانا دلوقتي وزعق لك وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه ده. يعني انا خدت الطريحه خلاص؟ الحمد لله. هات الكيس ويلا بينا صلاح. يلا بينا. ما كانش يومك يا اخويا. دماغك يا صلاح. سلامتك يا حبيبي. نفوخ يا صلاح. معلش يا حبيبي، اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تتص من سواق مقطوره سكران ما يعرفوا اللي امك من حته. امال في السعده يا صلاح؟ معلش يا عربي يا اخويا، ما تاخذنيش مش داري بنفسي من قلبي يعني، وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي ركز معايا شويه يا اخويا. ها
ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلاقتك ومكنك، ماشي؟ ماشي. وده مطبخك وحلالك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها، والناحية ده أوضة نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي، واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي، أنا فاكر كل حاجة كويس. آه صحيح، أنت فاكر كل حاجة قبل الحادثة ومش هتفتكر حاجة بعد الحادثة، الدكتورة قالت كده. الدكتورة؟ دكتورة مين يا صلاح؟ دكتورة بطون اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. بطون الجمل؟ ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتها صلاح ان انا ناسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. بقول لك ايه؟ انا مش عايز بقى سياح في الحته على اللي جرى لي عشان صوره العرب. في ايه يا عم عرب الكلام اللي انت بتقوله ده يا عرب؟ ما تسخرناش يا اخي. ايه عرب الكلام ده يا عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو عم شحاته، ازيك يا عم شحاته؟ اه طبعا فاكرك. قالوا لك ان مخي اتفرمط، مين اللي قالك يا عم شحاته؟ صلاح. كده برضه يا صلاح متجيش تاخد اخوك اول يوم وخارج من المستشفى. ايه اللي حصل في الدنيا يا رجاله؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. مين اللي بيخبط على الصبح ده بس؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. ازيك يا عم دالي وازاي سعدية مراتك؟ اللي من حقها ولدت ولا لسه؟ لسه، أدينا مستنظرين الفرج. كنت عايز والنبي منك الإيجار لأحسن الحالة ضنك قوي. خد ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي ماشي يا عربي. سلام يا عم دالي. مع السلامة. سلام يا عم دالي. سلام. ده مين اللي بيخبط علينا الصبح كده؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازاي سعدية مراتك؟ اللي من حقها ولدت ولا لسه؟ لسه مستنظرين الفرج. كنت عايز منك الإيجار والنبي لحسن الحالة ضنك قوي. ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي يا عربي. السلام يا عم دالي. الله يسلمك. الو. ايوه عربي. مين؟ ما تسالش كتير، احب اطمنك ان حسن ابنك معانا. عارفين لو عملتوا حاجه في الواد ده انا اهدى يا عربي، ابنك كويس، هتنفذ اللي هنقولك عليه، هنرجعه لك وفي بوسه. استنى مننا مكالمه خلال اليومين الجايين دول فيها كل التعليمات. الو. الو. ايوه عربي. مين؟ انا الرائد لبيب اللي بحقق في قضيه خطف ابنك. بص لي من البلكونه، انا واقفك تحت اهو. انا اهو يا عربي. ازيك يا باشا؟ معلش بقى الصراحه انا مش فاكرك خالص. انت هتفتكرني ازاي يا عربي؟ انت اول مره تشوفني اصلا. مهم، قول لي في اي حاجه جديده حصلت؟ حد كلمك اتصل بيك بتاع؟ ولا حد عبرني، لا باب خبط ولا جرس تليفون رن. اه طب انزل لي يا عربي. انزل، انا واقف مستنيك، هنروح مشوار سوا مع بعضينا. حمامه يا باشا، حمامه. انت مين اللي جاي على الصبح ده؟ الحمد لله بالسلامه يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازاي سعديه مراتك؟ اللي من حقها ولدت ولا لسه؟ لسه، ادينا مستنيين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار لحسن الحاله ضنك قوي. والله عندك حق، انا تقلت عليك خالص. معلش بقى يا عم دالي، اخر 50 جنيه معايا، استحملني شويه.
ماشي ماشي يا عربي. سلام يا عم دال. الله يسلمك. الله يبارك لك. سلام يا عم دال. ايه الزهق ده؟ نشوف الواد صلاح فين. عربي 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 مين يا باشا؟ انا عربي. حد بالاسم ده؟ انا كنت بكلمك في التليفون. ادوه والله العظيم ما عملت حاجة يا باشا، والله ما عملت حاجة. ايه يا عربي الفيلم الهندي اللي انت عملته ده لازمته ايه كل ده؟ ما عملتش حاجة. ما انا عارف يا ابني انك ما عملتش حاجة. تعالى يلا اركب يلا. فين؟ يلا بس. انا عايز اعرف انت جايبني هنا ليه؟ ايه يا عربي؟ المكان ده ما بيفكركش بحاجه؟ طبعا بيفكرني. ده مكان الحادثه. جميل. عايزك بقى تمثل لي ايه اللي حصل يوم الحادثه بالظبط. امثل لك؟ انت جايبني المشوار ده كله عشان نمثل؟ ولا بقول لك ايه؟ لو عايز ابنك يرجع لك يبقى تعمل اللي بقول لك عليه بالظبط. امسك. استنى. ولع. تشكر يا ذوق. مين سيادتك؟ انا الرائد لبيب. ايوه مين الرائد لبيب؟ باشا انا ابني مخطوف في النبي ومش ناقص. ما انا بقى الرائد لبيب اللي بيحقق في قضية خطف ابنك. أنا مين؟ الرائد لبيب اللي بيعمل إيه؟ تمام. بيحقق في قضية تمام. خطف ابنك. تمام. ها؟ تمام يا باشا تمام. يبقى تملي فكرني بس أنت بتوه مني. اتفضل قول لي إيه اللي حصل في الحادثة بالظبط. حاضر. بص يا باشا. خليك في إيدي عشان ما تتوهش مني. هما دخلوا من هنا سيادتك. سعيد فين اقرب محطة غاز طبيعي هنا؟ اقرب واحدة يا باشا بعد 20 كيلو من هنا. يعني ايه عربية غاز معدية من هنا؟ لازم تمم المحطة دي. ولو معدية من هنا؟ ها؟ اقرب واحدة من هنا 300 كيلو يا باشا. طب لمي لي كل اللي في استراحة هنا والمحطة وهاتهم على مكتبي. حاضر يا فندم. يلا. ان شاء الله خير يا صاحبي. يا باشا انا فاكر شكل العربيه دي قوي، اصل العيال اللي كانوا فيها لا مؤاخذه يعني كان شكلهم لبر. حتى انا شديت مع الواد اللي كان سايق لانه كان مولع سيجاره وما رضيش يطفيها. كانوا كام واحد العيال دي؟ كانوا يا باشا ثلاثه، اتنين في الكابينه وواحد نايم ورا، والواد اللي كان جنب السواق لا مؤاخذه يعني نزل يفك ميه ورجع تاني. طب انا هحتاجك توصف لي اشكال العيال دي بالظبط.
حاضر يا باشا. هو انا على حسب ما افتكر يا باشا اللي كان سايق كان ابيضاني وبدقن، اللي كان جنبه بقى كان ضخم قوي. يعني انت يا حاج مش فاكر اوصاف العيال دي؟ الصراحه يا باشا انا مش فاكر حاجه، اصل الدنيا كانت عتمه وانا لا مؤاخذه نظري على قدي. قول لي بقى يا ابو صلاح، عربي اخر مره كلمك فيها كانت امتى؟ يا باشا انا مش فاهم السيم والجيم ده كله على ايه؟ هو احنا لا مؤاخذه يعني متهمين بحاجه؟ انجز يا صلاح ورد على الاسئله. الله، ده انت كنت عايز تساعد صاحبك وتبعد عنه التهمه. تهمه ايه يا باشا؟ خيري منصور متهمك بان انت اللي خاطف الواد. طب وانا هعمل كده ليه؟ المحكمه حكمت لي وابني كان في حضني، الواجب بقى ان انا اللي اتهمه يا باشا. الله، طب ما انت فاكر كل حاجه يا عرب. يا باشا الراجل اللي قاعد قدامك ده عيان، فاكر كل حاجه قبل الحادثه، انما بعد الحادثه بعيد عنك مخه باظ. يا فندم عربي كلامه منطقي جدا، كسب قضيه حضانه ابنه من جده خيري منصور، فمين بقى من مصلحته ان يثبت ان عربي غير قادر على حمايه ابنه؟ ايوه يا دكتوره، بس اصله بصراحه موضوع النسيان ده مش داخل دماغي. هو فعلا مرض نادر، يعني حضرتك مش طول ما انت ماشي هتقابل ناس كتير كده. دكتوره عاوزين حضرتك في الاستقبال جوه. حاضر، عن اذنك. ايوه طبعا فاكر يا اخويا، اتوبيس كان بيودي فين؟ خلاص يا صلاح بقى الاتوبيس زمانه جاي. سلام يا صلاح. يعني ايه مونا في الشارع؟ ناكل منين احنا وعيالنا بس؟ ما هو ده يا سيدي اللي خدناه من خصخصه. بس وديني وعلماني ما هنسابه، واحنا وراهم وراهم. هو الاخ مش معانا برضه؟ معاكوا فين؟ في اللي احنا بنقوله ده. مش فاكر الحقيقه بس